الله يسعد لي مساكم بالخير دائما وأبدا، وجمعتكم مليئة بالطاعات والمغفرة. قبل أتكلم عن موضوع تبديل الريش أو ما يسمى بالقلش، لابد أن نعرف أن الطير في طبيعته يمر في 4 مواسم أو مراحل، اللي هي مرحلة تبديل الريش، ومرحلة الراحة، ومرحلة التجهيز، ومرحلة الإنتاج، ويعود مرة أخرى للتبديل. وهذه المراحل 4 تكون خلال سنة كاملة، وهذا الأمر ينطبق على جميع الطيور الكبيرة منها والصغيرة. عشان كذا الطيور في طبيعتها لها مواسم، مثل موسم الإنتاج والتفريخ. واللي اكتشف هذه المراحل علماء الطبيعة أو علماء الطيور، ودور المربي يجي بمحاكاته لهذه المراحل حتى تكون تربيته سليمة. طبعا والملاحظ من بعض المربين أنه يمرر طيوره بمرحلتين فقط، اللي هي مرحلة الإنتاج ومرحلة التبديل، وهو أمر مضر لصحة الطير. وبما أننا شرفنا على نهاية موسم الإنتاج وبداية موسم التبديل السنوية، وهي مرحلة مجهدة للطيور وطبعا صعبة، والتي هي فيها احتمال أن يفقد المربي فيه طيوره لا سمح الله، ولكي ننتقل في هذه المرحلة بسلاسة ويسر، نقلل فيها عدد ساعات الإضاءة فيها بالتدريج، ونزيد درجة الحرارة أيضا بالتدريج، والتي تزيد أصلا بفعل الصيف وحرارته. وفائدة هذه الخطين اللي نشوفها الحين هي أن نجعل الطيور تبدل في وقت واحد، ونخرجها من مزاج الإنتاج، ونشغلها بالتبديل، وتبدل جميع ريشها مرة واحدة. طبعا وفائدة هذا التبديل أنها تكون مستعدة للإنتاج مرة أخرى، جميعها بعد موسم الراحة والتجهيز طبعا، ولا يحدث هناك مثل اللي يصير مع المربين، هناك ذكر جاهز أنثى غير جاهزة، وهو اللي نشوفه دائما حولنا ونسمعه. وطبعا في موسم تبديل الريش نقدم المكملات والأغذية المناسبة لهذا الموسم، والتي تحتوي على البيوتين ومثلا مجموعة فيتامين بشكل مكثف، لأن التبديل ليس فقط بالريش، وإنما هي عملية فيسيولوجية يمر فيها الطائر ويجهد فيها بدنه، ويبدل الريش وخلاياها الداخلية، ويجدد نشاطه مرة أخرى، ويحرم في هذه المرحلة الإنتاج بحكم تربية الطيور والإحسان إليها، وهي حبيسة أقفاصنا ونحن مسؤولين عنها، لا تأخذنا فيها أطماع ولا جور، ومن أحسن في الدنيا أحسن إليه ربه،